نفت السفارة الليبية لدى الإمارات خبرا تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته بوابة أخبار اليوم المصرية، وفيه أن السفير الليبي لدى دولة الإمارات عارف علي النايض التقى شخصيات من النظام السابق في زيارة لها إلى دولة الإمارات. وينضم إلينا من الإمارات السفير الليبي في الإمارات الدكتور عارف النايض. سيد عارف، مرحبا بك، أتنفون إذن؟ نعم سيدي، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ليس هناك أي صحة لهذه الأكاذيب والافتراءات التي للأسف يعني استشرت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. هي كذب محض، المقصود منه محاولة مهاجمة الروح المعنوية للشعب الليبي في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. سفارة ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالدفاع عن ليبيا ووحدة ليبيا، استقلالها، ازدهار ليبيا، ثورة 17 فبراير ومبادئها، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم بمثل هذا العمل. نحن ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وليس له أي صحة. طيب سيد النايض، تقول بأن هذا الخبر يعني يهدف إلى مهاجمة الروح المعنوية للشعب الليبي، لكن إن صح هذا الافتراض لماذا يهاجمون روحنا المعنوية في سفارتنا بالإمارات دون غيرها مثلا؟ والله سيدي، يعني هناك عدة اعتبارات، كما تعلم هناك بعض الاعتبارات الإقليمية، وأيضا بصراحة يعني هناك مجموعات وأحزاب مؤدلجة ترى يعني أن عندها مصالح في مهاجمة هذه السفارة في هذا البلد بالذات، وأنتم لا تخفى عليكم الظروف والخلفيات التي تحيط بالمنطقة برمتها. فللأسف الشديد نحن نعاني من أحزاب ومجموعات تفضل مصلحتها على مصلحة ليبيا، ومستعدة أن تطعن في سفارات ليبيا وشخصيات ليبية تعمل لليبيا من أجل مصالح حزبية ضيقة. نرجو من المولى عز وجل أن يهدي الجميع وأن يوحد صفوف الشعب الليبي. نحن الآن في أمس الحاجة إلى وحدة الصف وإلى التساند في مواجهة الأخطار الداهمة التي نواجهها كل يوم. السفارة الليبية تدعم رئاسة الوزراء وكافة الوزارات في إيصال ما يمكن إيصاله إلى الجنوب الجريح، ونحن ليس لنا وقت لا لمعترات ولا لصراعات حزبية ولا سياسية. طيب سيد، يعني هذا بالضبط ما كنت أريد أن أسألك عنه. لا تحالف ولا إخوان ولا مقاتلة، وأرجو من إخوتنا في كل هذه الأحزاب أن يتركونا وشأننا في 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 محاولة معالجتنا لمشاكل بلادنا بما نستطيع. طيب بما أن الشيء بالشيء يذكر دكتور النايض، هناك من ينسبك لتيار حزب العدالة أو والبناء أو دعنا نقول الإخوان المسلمين، ما رأيك؟ يا سيدي الفاضل، أنا لا أنتمي لأي حزب، وخاصة الأحزاب التي يكون جسمها في ليبيا ورأسها في غير ليبيا كما ذكر الملك إدريس رحمة الله عليه. أنا لا أنتمي لا للعدالة والبناء ولا للإخوان ولا للتحالف ولا للمقاتلة. أنا أنتمي فقط لليبيا، ولذلك أجد نفسي مهاجم من عدة أطراف في آن واحد، أسف شديد. طيب دكتور نايض، فقط أخيرا، بما أنك يعني أشرت إلى يعني تناقل هذا الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي، خبر يعني أنك التقيت بشخصيات من النظام السابق، بما أنك نفيته وصفته بالمهاترات، لكن يعني لماذا تألو السفارة الليبية في الإمارات اهتماما لهكذا خبر يمكن أنه قد كتبه شخص لم يتجاوز سن المراهقة على الفيسبوك؟ لأنه انتشر بقوة على الصفحات، وللأسف بعض الصفحات المعروفة بانتماءاتها الحزبية نشرته بقوة وبعته كخبر أول، حتى أنه بلغ أن طبع في بعض المجلات أو الجرائد السيارة، ولذلك وجب التنويه. لأننا في الماضي تعرضنا مثل هذه الأكاذيب، كذبت مثلا أن عمران بكراع دخل الإمارات وكذا، انتشرت بقوة لأننا لم ننفي على طول. يعني للأسف الشديد متعلقة في أذهان الناس حتى هذا اليوم، مع أن الرجل لم يدخل إلى الإمارات منذ أكثر من 4 سنوات. شكرا جزيلا السفير الليبي لدى الإمارات الدكتور عارف النايض.